آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. الآيات السابقة كانت تتكلم عن الكفار وتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم بالبعث وبيوم القيامة. ثم تنتقل هذه الآيات للكلام عن سيدنا موسى. انتقل الكلام من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصر سيدنا موسى عليه السلام. سبب هذا الانتقال قال علماء التفسير هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. تسلية، معنى تسلية يعني تخفيف على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن الله يقول يا محمد صلى الله عليك يا سيدي رسول الله إن كان قومك قد كذبوك وكفروا بما جئت به وما أرسلت به فلقد حصل مثل هذا مع من كان قبلك، حصل مثل هذا مع نبي الله موسى، فقد فعلوا به ما فعل هؤلاء بك. وكأن الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ليس أنت وحدك في هذا الابتلاء، بل إن الأنبياء ممن سبقك هم في هذا الابتلاء. ولقد آتينا موسى الكتاب يعني التوراة. الآية تقول فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل، يعني وجعلنا التوراة هدى لبني إسرائيل. إذا ننظر إلى الآية نجد فلا تكن في مرية من لقائه كأنها جملة معترضة بين هذين المقطعين من أول الآية وآخر الآية، وكأن أصل الآية ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. لكن لما قال الله سبحانه وتعالى فلا تكن في مرية من لقائه انتقل الكلام من الحديث عن سيدنا موسى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام آتينا موسى الكتاب، ثم ينتقل الخطاب إلى المباشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انتقال من الكلام عن شيء غائب إلى مخاطب، ثم يعود إلى ذلك الغائب وجعلناه. هذا الانتقال وقف عنده علماء التفسير كثيرا، قال وقفوا عند الضمير. ومسألة إرجاع الضمائر عند العرب مسألة مهمة يهتم بها العلماء أثناء تدريسهم لطلاب العلم، لأن كتب الأقدمين التي حررت فيها العلوم الشرعية كانت مهتمة بسبك العبارة، ما كان مثلنا يكتبون هكذا العلم نثرا، كانوا يزنون الحروف والكلمات في متونهم وتعليقاتهم وشروحهم كما يزن الصائغ الذهب، ولذلك يسبكون العبارة سبكا، يصنعونها صناعة وكأنها قصيدة تكتب لتعلق. وأحد أسباب مفاتيح هذا السبك لهذه العبارات هو معرفة إرجاع الضمائر إلى محلها. الإشكال هنا حصل، إذا كان المعنى على ظاهر الآية ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ما في مشكلة، المعنى مستقيم والسهل. أما بدخول فلا تكن في مرية من لقائه المعنى مستقيم لكن صار فيه قليل من الصعوبة. الصعوبة أين؟ الصعوبة في هذا المصدر اللقاء المضاف إلى الضمير الهاء. وقف علماء التفسير على أقوال كثيرة، ترشح من هذه الأقوال ثلاثة أقوال أبرزها وأقربها. هذا اللقاء يضاف إلى الهاء
عندنا هناك إشارتين قبلهما، عندنا موسى وعندنا الكتاب. ولقد آتينا موسى الكتاب. طيب، فلا تكن في مرية من لقائه. هذا الضمير يعود على من؟ يعود على موسى أم يعود على الكتاب؟ إذا قلنا يعود على موسى فهذا من إضافة المصدر إلى فاعله، وإذا قلنا من إضافة يعود هذا الضمير إلى الكتاب فهذا من إضافة المصدر إلى مفعوله. بمعنى إذا كان المقصود الفاعل لقد آتينا موسى الكتاب، ولقد آتينا موسى الكتاب، فلا تكن في مرية من لقاء موسى الكتابة. وإذا كان المقصود الثاني فلا تكن في مرية من لقاء الكتاب موسى، هذا فلا تكن في مرية أي فلا تكن في شك، أي فلا تكن في ريب، لا تكن. لماذا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه اللغة؟ ما علاقة النبي صلى الله عليه وسلم إذا موسى عليه السلام لقي كتابه التوراة أو أن الكتاب لقي سيدنا موسى؟ ما علاقة الريب والمرية والشك في هذا الأمر؟ ولماذا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض أهل التفسير تكلفوا الجواب في هذا فقالوا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود أمته، يعني أيتها الأمة لا تشكوا في أن الله أوحى لسيدنا موسى التوراة وأن موسى يلقى الكتاب وإلى آخره. وأيضا هذا التفسير أنا أعتقد فيه تكلف، لماذا يخاطب الله النبي صلى الله عليه وسلم ليخاطب من خلاله أمته؟ الأمر لا يحتاج إلى هذا الالتفات على الأمة من خلال هذا الخطاب. القضية ممكن تخاطب بها الأمة ويقال لهم لا تكونوا في مرية مما نحدثكم عنه من خبر موسى والكتاب. ولذلك يترشح لدينا أن المعنى الثالث هو الأقرب للتفسير في هذه الآية، والذي ما ذهب له المفسرين كخيار أول. سابقون من المفسرين ما تعاملوا مع هذا الاختيار الذي نحن نختاره وبعض أهل العلم من المفسرين اختاروه، ما اختاروه كخيار أول، اختاروه كقول آخر وقيل. لكن هذا القيل عندنا لا يستحق أن يكون قولا أولا. لماذا؟ أولا نقول ما هو الاختيار الذي نحن نميل إليه؟ فلا تكن في مرية من لقائه. الآية جاءت لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم مما لاقى من قومه من تكذيب وكفر. إذن والآية تتكلم بالتحقيق، ولقد أقوى من قد، لأن هذه اللام أعطتها قوة زيادة. ولقد آتينا موسى الكتاب. القضية محسومة إذن، المسألة ما فيها شك، ما فيها ريب. لكن القضية الثانية التي هي مناسبة لمقام هذا الكلام الذي أصل مجيء هذه الآية هو تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره بما قد جرى على من سبقه من الأنبياء، فلا تكن في مرية من لقائه أي لا تشك أنك ستلقى موسى. وهذا تحقق في الإسراء والمعراج، النبي صلى الله عليه وسلم لقي موسى عليه السلام
ورجع إلى المؤمنين من الصحابة رضي الله عنهم وحدثهم بلقائه بسيدنا موسى وبغيرهم. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى، وصفه بأنه طويل وجعد الشعر، شعره ليس عدل فيه، وشبهه النبي صلى الله فيه تجعد، يعني ليس مسترسل شعره، إنما شعر سيدنا موسى فيه وطويل وليس بالسمين. ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم وشبهه كأنه من رجال شنوءة، شنوءة قبيلة من اليمن معروفة بالطول وبالقوة. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم وصفه وشبهه، وتحقق المقصود من هذا. التقى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى. قد يقول قائل: لماذا موسى فقط عليه السلام؟ ألم يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج بغير موسى؟ ألم يلتقي بسيدنا إبراهيم وآدم ونوح، أنبياء كثر، زكريا ويحيى، يوسف، التقى بكثير من الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا فقط سيدنا موسى؟ هذه الحكمة الثانية من إيراد قصة سيدنا موسى في هذا المقام. الحكمة الأولى كانت تسلية للنبي، والحكمة الثانية دعوة اليهود إلى الإيمان بهذا الدين العظيم، تحريك قلوب اليهود أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الإسلام يؤمن بسيدنا موسى كما أنتم تؤمنون به، وأن هذا الدين يتألم على ألمه في دعوته، كما أنتم الآن عندما تذكرون نبيكم وما لاقى من بني إسرائيل، ما يعجبكم هذا؟ أولئك كفروا وأنتم آمنتم، كأنه يفتح لهم الباب ليقربهم للإيمان. لو كان حدثهم عن سيدنا عيسى، هم لا يؤمنون بعيسى اليهود، لكن لما حدثهم عن سيدنا موسى النصارى يؤمنون بسيدنا عيسى. دخل النصارى في هذا الأمر، لكن لو كان الحديث عن سيدنا عيسى فقط خرج اليهود. ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة شاملة عامة، ولذلك كانت الدعوة لسيدنا موسى هي في الحقيقة دعوة لكل الأمم. فلا تكن في مرية من لقائه. وجعلناه أيضا هنا بسبب عود الضمير، الخلاف في عود الضمير، الضمير في لقائه، بسبب الخلاف في عود الضمير، هل يعود على سيدنا موسى أم يعود على الكتاب التوراة؟ اختلف بعض أهل التفسير في الضمير الآخر الذي المرتبط بجعلناه، وجعلناه، أي جعلناه يعني موسى أم جعلناه الكتاب؟ هكذا. والأقرب عندنا وجعلناه أي الكتاب، لأن أصل الآية هي تتكلم عن الكتاب. ولقد آتينا موسى الكتاب. إذن وجعلناه أي الكتاب هدى لبني إسرائيل. التوراة كانت هداية لهم، الذي آمن فيها تنور واهتدى، والذي كفر أمره إلى ما تعرفون من خبر هذه الآية. هذه هي حكمة الجملة المعترضة في مقطع الآية المتوسط من صدرها وعجزها، والله أعلم.